مساحتنا زينب الطبية الأخيرة لليوم رح نتطرق فيها لأهم الأعشاب والنباتات يلي ممكن أنه نتناولها خلال شهر رمضان المبارك بين فترتي الإفطار والسحور لتقليل الشعور بالعطش وما هو ملائم لكل من مرضى الضغط القلب السكري وأيضا المرأة الحامل. أسئلة رح نتحدث عنها ونجاوب عليها مع الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. يسعد صباحك ورمضان كريم. يسعد صباحكم. بخير وجميع ان شاء الله المشاهدين بخير. طبعا مثل ما ذكر التقرير بالبدايه كان عم يحكي عن الجلاب. اذا بنرجع لاصل تسميه كلمه جلاب هي جلاب. نعم. يعني هي جايه من ماء الورد الحقيقه. نعم. كان سابقا يستخدم بشكل كبير ونحن حاليا بفتره من السنه هي فتره حصاد الورد الشاميه. الحقيقة الوردة الشامية اللي بنوجه التحية والشكر للأمانة السورية للتنمية اللي سجلت الوردة الشامية وممارساتها المرتبطة فيها باليونسكو اللي كان بآخر السنة الماضية. ومثل ما أنا شايفين أنه الوردة يعني هي وردة طازجة مجموعة من عدة مناطق طبعا في سواء بالمراح أو حتى بحورات عمورين أو حتى في بعض المناطق بسعسع وغيره وعم بيصير بحلب في جمع للوردة الشامية اللي هي فعلا متميزة ومرتبطة بالتراث السوري. فنحن عم نحكي عن هذا المشروب اللي هو مرتبط بالوردة الشامية. ممكن تغير شوي بالتركيبات وبلش يضيفوا عليه بس إجمالا نحن إذا عم نحكي عن أصل المشروب كان مشروب دوائي ولم يكن فقط مشروب غذائي وذكر بالمخطوطات القديمة ك مشروب دوائي يستخدم في معالجة الكثير من الأمراض. بدنا نوضح نقطة مهمة جدا هون. أولا كل شيء ملون بالنباتات يعني كل شيء فيه هي الأصبغة سواء نحن عم نحكي عن نباتات مثل الوردة أو عم نحكي عن فواكه مثل الفريز مثل الرمان العنب التمر كمان التمر هندي وغيره. هي المواد الملونة هي مواد بنسميها أصبغة أنتوسيانية. هالأصبغة هي مضادات أكسدة مهمة جدا. اليوم بأهم المراكز الأبحاث بالعالم عم بتوجهوا لمضادات الأكسدة اللي هي بتخلص الجسم من الجذور الحرة. لأنه نحن كل ما كثرة الجذور الحرة وتأثيراتها بالجسم بيصير في عنا شيخوخة مبكرة سواء على مستوى نحن إذا بنحكي البشرة أو حتى على مستوى يعني الفعاليات الفيزيولوجية والجسم. يعني بتحسي شخص عمره 60 سنة وبعده عم بيعيش عمر 30 سنة بالمظهر وبخليني أقول الحياة والحركة وإلى آخره. وفي ناس بالثلاثين سنة عم يعانوا من أمراض ضغط وسكر وقلب وكوليسترول وشحوم. شافوا بأنه خلال طبعا دراسات كثيرة مرتبطة هالأمور هي باستهلاك مضادات الأكسدة بشكل كبير. في كثير مضادات أكسدة إذا نحن بدنا نحكي من ضمن النباتات أهم نبات فيه مضادات أكسدة هو الوردة الشامية. والوردة الشامية الحقيقة إذا نشوف نحن يعني اليوم نحن عم نحكي عن هذا النبات اللي هو يعني يعتبر نبات مهم جدا بسوريا يستخدم عدة استخدامات يعني سواء مربى نحن عم نحكي عن طريقة استخدامه كمربى أو بشرابات أو ممكن استخدامه هو حتى ضمن مركبات ثانية ضمن وصفات تستخدم في يعني البيوتات السورية دخل ضمن خليني أقول الفواكه دخل ضمن يعني المجففات بعدة أشياء صار يستخدم. منبه نقطة كثير مهمة كانت بتقريركم حول استخدام السكر مع هالمشروبات. يعني احنا اذا بدنا نحكي عن مركبات يمكن استخدامها لا خلينا نقول علاج هال يعني الامراض المتعدده خلينا ناخذ هالمركبات الملونه اللي فيها الوان ونستخدمها بدون استخدام السكر لانه بتعطينا فوائد اكبر. حلو. كمضادات اكسده بتاثر على الشهيه بشكل ايجابي وبالتالي بتخفف من الوزن اذا احنا شربناها كمنقوعات. نحن اليوم سلوكنا صح بالشكل بس بالمضمون كميات كبيره من السكر عم تحول فوائد هالمركبات. نعم. لاضرار في يعني مواقع محدده. بالاضافه للشاي الاخضر تمام الميراميه نبات الميراميه يعتبر من النباتات المهمه جدا اللي ممكن استخدامها كليل الجبل. ممكن نحن خلال شهر رمضان بين الفطور والسحور بدنا نعتمد انواع مشروبات تساعدنا بالتهضيم نتخلص من المركبات صعبة الهضم ونساعد كمضادات أكسدة بشكل جيد جدا. نعم
المرامية يمكن هي بتساعد على تسهيل الهضم يمكن نحن في عنا دكتور، الكيف كثير والكركديه يمكن مركبات، كثير في ناس هلا عم تستخدمه كمان بدائل الكركديه العصير تمام كمان مستخدم بتبرده وكمان بتشربه سواء بارد او ساخن، لانه نحن بنرجع بنقول اي مركبات ملونه موجوده بالنبات هي مركبات انتوسيانيه. هالمركبات هي الاصبغه مضاده للاكسده، تمنع تخرب الجسم، بتساعد على الوقايه من العدوى سواء العدوى الفيروسية، حتى في دراسات لمنع العدوى الفيروسية. يعني احنا اذا بنحكي عن التوت مثلا، اذا بنحكي عن العنب، بنحكي عن الكرز، بنحكي عن الرمان، تخيلي بذر الرمان وبذر العنب تعتبر من اهم مضادات الاكسدة في العالم، بتخفف من شيخوخة البشرة، بتقلل من الإصابة بالأمراض، بتخلي في رد فعل مناعي مميز، وبالتالي بتخلي الجسم قادر انه هو فعلا يتغلب على يعني الاصابات اللي محتمله، دانات طرق تنفسيه، سعال، مدخنين اللي بيعانوا من سعال صباحي او بيعانوا من مشاكل بالتخلص من القشع، كثير بيساعدهم هي المركبات. من ننبه هون نقطة مهمه، عرق السوس من المشروبات المنتشره جدا ومهم جدا، ولكن لازم ننتبه لموضوع الضغط. ضغط انه عندنا مشكله نحن بموضوع احتباس السوائل. نعم، كميات المفرطه اللي عم تنشرب بنشرب فيها عرق السوس خلال رمضان قد تكون لها تاثيرات سلبيه على مرضى القلب. كم كاسه يا دكتور شادي؟ يعني اللي بيحب كثير عرق السوس هنيك هلا اللي بيحب العرق السوس يمدده، اللي عنده مشكله يمدده بالماء، يعني يكون نسته مركزه كثير يمدده بالماء ويقدر يشرب منه، يعني خلينا نقول كوب واحد باليوم مفيد. لكن في ناس تقعد تشرب كميات كبيره ايه هو جيد ما هو سيء، الاشخاص الطبيعيين اللي ما عندهم اي مشاكل بالضغط او قلب ما عندنا مشكله فيه. هو في مركب اسمه جليسيريزين، هذا المركب شبيه ببنيه الكورتيزون، تاثيراته مهمه جدا الحقيقه على الجسم، بيساعد حتى في دراسات انه هو مضاد للفيروسات، في دراسات كثيره انه مضاد للفيروسات، منشط الكبد، بيساعد الكبد عنا على اداء عمله ووظيفته بشكل جيد، بخفف القرحه الهضميه. يعني اذا في ناس وخاصه نحن مرات نتيجه استهلاك الاحماض برمضان ومعده بتكون فاضيه، ونجي عند الافطار بيكون فيها كميه حمض كبيره ضمن السلطه وضمن غيره، والمركبات اللي عم تستخدم قد تؤثر سلبا على المعده، او تناول بعض انواع الادويه فورا اثناء الافطار. المفروض نستنى لبين ما نحن يعني يتم المعده فارغه، وبالتالي هون ممكن تتاثر. هون عرق السوس له دور مهم الحقيقه، بيعمل وقايه من القرحه، بخفف من تاثيرات السيئه لهذه المركبات على المعده. بس رح نرجع ننتبه على موضوع الجرعه والكميه. اذا نبهنا على امرين مهم، تمر هندي مهم جدا، حتى شراب المشمش مهم جدا، اذا بدنا نحكي عن الجلاب مهم جدا، ولكن كميه السكر نحن اليوم عم نحوله من فوائد الى اضرار السكر وارتفاع كميات السكر المستهلكه. خلينا نستخدمهم بس بسكر، اما بسكر بديل تمام صنعي او محلي بديل، او بتخفيف كميه السكر المستخدمه. كل شيء بنستخدمه من هالمركبات الملونه رح نلاقي فائده مهمه كثير، سواء على الهضم، على الوزن، بنلاقي الوزن عم ينخفض ما بيزيد بالعكس. يعني نحن اليوم اذا بنشرب شراب الورد بشكل يومي بيساعدني على تخفيض الوزن. ممكن نحن شراب الورد مع التوت، شراب الورد ممكن نحضرهم بالبيت طبعا، ما يكون يعني نحن ما يكون في سكر. نرجع بنقول موضوع السكر مهم جدا، بالاضافه انه في عنا طيف واسع مهم جدا من النباتات اللي بهالفتره موجوده بسوريا كثير مهمه، الزعتر البري، اكليل الجبل، والنعنع الفلفلي او نوع النعنع الموجوده، زائد نحن هدول فينا نحن نستخدمهم كمناقيع ونستخدمهم بين فتره السحور والفطور، يعني بين فتره الفتره اللي فيها الطعام بشكل خلينا نقول دوري، يعني كل ساعه ناخذنا منه شيء مشان ما يقدر الشخص ياخذ وجبات تزيد وزنه. لانه زياده الوزن وين بتصير؟ نتيجه عدد الوجبات الكبير اللي عم بيصير بعد الافطار، وفكره الشخص انه كل ما يعني اخذ اكثر بيخزن لليوم اللي بعده، الكلام ما له مقبول. نحن اليوم الجسم بحاجه ماسه انه نحن فعلا نعطيه وقت للهضم، نعطيه وقت لحتى يتخلص من السموم، نعطيه وقت لحتى يعمل ادرار. مثل ما تفضلت الكركديه مشروب مهم مضر للبول، بيساعدني الاشخاص اللي نحن بنعاني من مشكله وخاصه برمضان اثناء الصيام، الاشخاص اللي عندهم مشاكل حصيات بوليه، اللي عندهم الام بالكليه بتظهر بهالفتره. ليش؟ لانه قلت كميه السوائل المستخدمه خلال اليوم،
اذا في عنده حصيات او رمل ببلش يظهر عنده الم اثناء التبول، لذلك استخدام هاي المركبات المدره للبول مهم جدا. وبنرجع بننبه على يعني تقليل من كميه السكر. بدي اختم الموضوع هذا بنقطه مهمه جدا. تفضل. اليوم العسل والعكبر ومشتقاته مهمة جدا للوقاية من الأمراض. نحن اليوم عم نخاف من إصابات فيروسية انتقالها. مين اللي بيساعدنا على يعني مواجهة هذا الموضوع؟ المناعة اللي هي مدعمة بشكل جيد. اليوم مثل ما احنا شايفين هذا العكبر اللي هو منتشر بخلايا النحل، واللي هو المادة اللي بتستخدم النحل لطلي خلية النحل وحفاظ عليها. نحن بإمكاننا نأخذ هذا العكبر ونستخدمه لنخفف من تأثيرات الفيروسية والعدوى الفيروسية اللي ممكن تنتشر. فلذلك دمشق والشام بشكل عام مشهورة بهي المشروبات الرمضانية. خلينا نستفيد منها، قللوا السكر، ارفعوا كمية خليني أقول المواد المستخدمة بدون سكريات، عرق السوس مددوه، استخدموه بشكل حذر، واستخدموا الكركديه والجلاب بدون سكر بشكل يومي، إلى مفعول مهم جدا في دعم الصحة العامة وحتى إنقاص الوزن للأشخاص اللي عم بيعانوا من زيادة في الوزن في رمضان. نعم، يعني دكتور شادي الخطيب هذه المعلومات اللي قدمت لنا اياها ان شاء الله يا رب هيك تكون وصلت للمشاهدين، وخاصه كل شيء من الطبيعه فهو جميل وهو صحي، ودائما حيكون لنا وقفات ثانيه مع حضرتك للحديث اكثر عن الاعشاب يلي دائما نحن بنحكي عنها بموسمها. شكرا لوجودك معنا، رمضان كريم عليك وعلى عائلتك. شكرا جزيلا. شكرا لوجودك معنا دكتور، يعني دائما بتعطينا معلومات كثير هامه بما يتعلق بالصحه والتغذيه وال يمكن المواد الطبيعية اللي لازم نستخدمها. شكرا لك. يعطيك العافية.